مبشوره بارميزان مثلا يحصل حاجه؟ لو حطينا الجبنه الموتزاريلا احسن واحده موتزاريلا ليه بقى؟ كتصنيف. ليه بقى الموتزاريلا؟ بتتعمل بلبن كامل الدسم. ايوه لكن ما فيهاش الفات عاليه، يعني عندك الجبنه الشيدر، الجبنه الرومي، الجبنه ال لحظه بس. الله يخليك، الموتزاريلا انا عارف ان هي بيعملوها بلبن كامل الدسم. فاللبن كامل الدسم بس هو. كميه الدهون في نقطه مهمه قوي زي. غايبه عنك كميه الدهون اللي موجوده في الجبن اللي هي الصفراء اعلى بكتير من الموتزاريلا. ليه بقى؟ هي في التصنيع بتاعها كميه عشان الدهون دي بتتعمل على طول وبتستعمل على طول، لكن دي بتتخزن فبتشيل يعني الموتزاريلا اقرب الميه اللي فيها واوا الى اخره. بالظبط، الموتزاريلا اقرب الى الجبنه البيضاء. نعم. يعني لو جينا نقسم الجبن هنقسم موتزاريلا رقم واحد. لا، الاول الجبنه البيضاء الخاليه، بعدين الجبنه البيضاء الكامل، وبعدين الموتزاريلا، وبعدين الجبن الصفراء. الجبن الصفراء احنا قلنا عليها كتير بس هنقول تاني ان الجبن الصفراء زيها زي اللحمه الضاني، مش زي اللحمه العاديه كمان، يعني نسبه الدهون فيها اعلى، عاليه، اعلى من اللحمه الصفراء. الصفراء كلها الرومي الشيدر الشيدر والجوده والجوده والكلام ده كله، الفلامنك دي نسبه الدهون فيها عاليه. حتى لما بيجي يكتبوا انه دي فيها مثلا لايت، الانواع دي كميه اللايت بتاعتها 12% 17%. قول انا بعتقد في قراره نفسي ان نسبه الجبنه اللي هي نسبه الدهون اللي في الجبنه اللايت برضو عاليه بس هم انت عارف عشان حاجات التجاريه بس. عارف ممكن نستخدمها في ايه الجبن العاليه الدهون؟ في لو عملنا نوع من انواع الرجيم اللي هو زي الاتكنز. الاتكنز ده بنزود الدهون وبنزود البروتين وبنشيل خالص النشويات، ده نوع من انواع الرجيم. ده بتطلعوا حاجات يا دكتور. والله مش بنطلع، ده العلم. في حاجات بتطلع وفي حاجات علميه، اللي انا بقوله لك ده علمي.